غدا بالليل عندكم موعد مع حلقة جديدة من الموسم السابع من جزيرة الكنز. في هذه الحلقة غنكتشفوا مع مونيا المكيمل لابوراتوار الجزيرة. هدى صدقي غتزور حديقة الحيوانات. فاتن راحوا لحسن أبرامي غيلعبوا الفليبر. والعربي إمغران غيخصو يطفي العافية. تحديات ومغامرات جداد. الحماس. روح الفريق. خليها في حلقة جديدة من الموسم السابع من جزيرة الكنز، وبزاف ديال المفاجآت غدا بالليل حصرياً على دوزام.